كسور المدور الصغير للفخذ. عظم الفخذ هو أطول وأقوى عظم أنبوبي في جسم الإنسان وأحد العظام الرئيسية الحاملة للوزن في الأطراف السفلية. يحتوي عظم الفخذ على بروزين عظميين في الجزء العلوي، هما المدوران الكبير والصغير. يقع المدور الصغير على الجانب الأنسي الداخلي الخلفي من عظم الفخذ القريب تحت عنق الفخذ. ترتكز العضلة الحرقوفية القطنية على المدور الصغير. العضلة القطنية هي عضلة طويلة تقع في منطقة أسفل الظهر من العمود الفقري وتمتد عبر الحوض إلى عظم الفخذ. تساعد هذه العضلة على سن الورك وسن الجذع نحو الفخذ وتدوير عظم الفخذ. تتحد العضلة القطنية والعضلة الحرقوفية معا لتشكل وترا واحدا يرتكز على المدور الصغير لعظم الفخذ. عادة ما تنتج كسور المدور الصغير المعزولة عن تقلص عضلي قسري والطرف ثابت. عند الأطفال نظرا لأن أماكن ارتكاز الأوتار أقوى من صفيحة النمو، فحدوث تقلص قسري مفاجئ للعضلات بسبب الأنشطة الرياضية قد يحدث قلعا في مركز التعظم في المدور الصغير. قد تنتج مثل هذه الإصابات أيضا عن الردود الدقيقة المزمنة أو الإفراط في الاستخدام، كما هو الحال عند راقصات الباليه مثلا. في عمر 18 سنة تنغلق صفيحة نمو المدور الصغير، بعد هذا العمر تكون هذه الكسور غير شائعة، ومعظم الحالات هي كسور مرضية بسبب الآفات الخبيثة وتحدث بدون قصة رد واضحة. في بعض الأحيان يكون كسر المدور الصغير هو العرض الأول قبل تشخيص الورم الأساسي. يمكن أن تحدث الكسور المعزولة في المدور الصغير أيضا بسبب رد مباشر كحادث سيارة أو أي حادث يضع ضغطا مفاجئا على الورك كالسقوط مثلا. الأعراض والتشخيص. تسبب كسور المدور الصغير عموما ألما في المغبن. قد يظهر الألم أيضا في الركبة أو الأرداف أو الجهة الخلفية للفخذ، ويزداد سوءا مع سن الورك وتدويره. إحساس بفرقعة أو طقة في الورك أو المغبن. المشي بخطوة قصيرة مع جر القدم أو العرج أثناء المشي. يتم تشخيص الإصابة من خلال أخذ قصة مرضية دقيقة. سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي دقيق. يمكن رؤية المدور المكسور بواسطة الأشعة السينية البسيطة الأمامية الخلفية والجانبية. قد تكون هناك حاجة إلى التصوير برنين المغناطيسي للورك والحوض في بعض الحالات لتأكيد التشخيص. بالنسبة للمراهقين الذين يعانون من عرج مؤلم، ينبغي التدقيق في التشخيص التفريقية الأخرى كانزلاق مشاش رأس الفخذ أو مرض بيرس أو عدوى المفاصل. لمزيد من المعلومات حول أسباب الأخرى لألم الورك عند الأطفال، يمكن مشاهدة الفيديو الذي تم نشره بعنوان أهم أسباب آلام الورك عند الأطفال. العلاج. تلتئم معظم الكسور الانقلاعية في المدور الصغير بشكل جيد بدون تدخل جراحي. نوصي بالعلاج المحافظ لجميع الكسور التي يقل تبدلها عن 20 ملم. نوصي بفترة راحة وعدم تحميل الوزن لمدة 4 إلى 6 أسابيع، متبوعة بحمل وزن جزئي بواسطة عكازات أو مشاية لمدة 4 إلى 6 أسابيع أخرى. العلاج الطبيعي وتمارين الإطالة لتحسين قوة العضلات واستعادة مجال الحركة وتعزيز الشفاء. تناول مضادات الالتهاب اللاستيرويدية NSAIDs لتقليل الألم. يجب تجنب الأنشطة الرياضية حتى تمام الشفاء، والذي قد يستغرق من 16 إلى 20 أسبوع. يستطب التدبير الجراحي للكسور المتبدلة أكثر من 2 سنتيمتر أو عدم الاندمال المصحوب بأعراض أو عدم القدرة على العودة إلى الرياضة. بعد العملية الجراحية يتم وضع جبيرة مفصلية خاصة للورك لإبقاء الورك مسنياً، ويتم توجيه المريض للمشي على أصابع قدمه مع تحميل وزن جزئي لمدة 6 أسابيع. بعد 6 أسابيع من العملية يسمح للمريض بتحميل الوزن على قدر تحمله. يدخل المريض في برنامج علاج طبيعي لتحسين قوة العضلات واستعادة مجال الحركة. بعد 6 أشهر من الجراحة يستعيد المريض المجال الكامل لحركة الورك ويعود إلى مستواه الرياضي السابق. يتم علاج المرضى الذين يعانون من الأورام الخبيثة بالجراحة أو العلاج الكيماوي أو الشعاعي حسب نوعه ومرحلة الورم الأساسي.